الكرام، سعد الله اوقاتكم كل خير، وحياكم الله في برنامج تواصل مع الترند اليومي وما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. معكم احمد السويري، وفي برنامج تواصل كالعاده في الساعه 6:30 دائما بتوقيت مكه المكرمه، احنا وياكم مع ايضا منصه المشاهير. اليوم مشاهدي الكرام، ضيفي فيه رابط بيني وبينه بحكم اني انا كنت قديما في برامج الواقع، وايضا من الصدفه كذلك اني عملت في الفتره اللي هو كان متواجد فيها كنجم وكمتسابق اني كنت ايضا اعمل مع هذا البرنامج كمدرب، وايضا في بعض الاعمال التي جمعتني فيه. ففيه روابط كثيره جدا، لكن لا تمنعني ابدا اني يوم اطرح الاسئله انا اكون في حياديه وموضوعيه بعيدا عن الجانب الشخصي لهذا الرجل. الرجل انيق، مبتسم، محبوب لدى الجميع، ولديه جماهيريه كبيره جدا، لذلك حرصت ان ايضا يطل عبر نافذه برنامج تواصل وايضا يرى جمهوره طلته بطريقه جميله جدا مع فريق الاعداد على اننا نطلع بشيء جميل جدا. هذا الرجل الشاعر الذي يمتلك عزه نفس رائعه جميله جدا، ويرى نفسه في كوكبه معينه وايضا مستقبل بارع لديه. شرفني كثير مشاهدينا الكرام ان اطرح عده اسئله ومحاور ان شاء الله تنال على رضاكم وعلى استحسانكم، مع ضيفي الشاعر والنجم محمد بن فرح. حياك الله ابو فرح. الله يسلمك ويطول عمرك، امسي عليك ابو اخوي احمد وعلى المشاهدين. يشرفني الصراحه الطلوع معك حبيبي، وانت طال عمرك حطيتني في السماء. تستاهل، تمدح من طيبك جانب. تستاهل يا محمد، تستاهل. وانت يعني زي ما قلت لك طله جميله، ونجوميه ايضا يعني كانت في البرنامج وقبل البرنامج واثناء البرنامج، فتستاهل كل خير. انا ابغى ابدا معك في يعني في عده يعني منصات، خلينا ندخل الى جانبك الشخصي محمد. اذا اطرح سؤال كذا عام بعيد عن اسمك العادي اللي تطرحه دائما، اذا قلت محمد، من هو محمد؟ محمد بن فرح من هو؟ الانسان محمد بن فرح هو نفسه. وش اعطيني انسانيته، وش هو؟ اذا اعطيتك مثلا قلت عرف اسمك بسطر. طيب بزياده. طيب بزياده. والله ما احب امدح نفسي، احب يعني شوف، عاده محمد اذا طرح عليك السؤال عاده يعني لو انك تكلمت بدون ما يطرح عليك السؤال يمكن هنا شوفت نفسي، لكن انا طرحت السؤال وانا اتمنى اسمع اجابته. من هو محمد بالضبط؟ الطيب، انا ذكرت انه الانيق، الالل، وش ايش في الصفات اللي محمد تثق فيها انت ودك توصلها للناس؟ انا واثق في نفسي طال عمرك في كل شيء. طيب ابغى اسال سؤال ثاني. انا شفت اتوقع انه نزلت صوره، نزلت صوره مع اخوانك، الله يفضلهم لك يا رب. الله يسلمك ويجزاك. ترتيبك بين اخوانك هذول؟ انا طال عمرك اكبر واحد. الكبير. الله. وانت كبير؟ عليك الكبير الله سبحانه. ابي اشوف لك مقطع، خلينا نشوفه مع الساده المشاهدين، وايضا هو في جانبك الشخصي، خلينا نشوفه مع الساده المشاهدين. هنا عند محمد، طلعوا لنا يا جماعه الخير. الربع شوفوا شوفوا. تعال شلها، تعال هنا. تعال بشوش عليها انت. لا تنزلها عندي. تعال تعال شلها شلها، ورهم ورهم ورهم. قرب قرب قرب، تعال هنا. السلام عليكم. خلاص فكها فكها. علاقتك مع اخوك الصغير الله يحفظه، جميل زيك ما شاء الله تبارك الله. علاقتك في علاقه، شوف احنا اكيد اخوك، لكن في علاقه وضحت للساده المشاهدين انه في علاقه حلوه لدرجه ان عبد الله اسمه؟ احمد الله يحفظك. سمي سميك عبد الله. عفوا احمد. متعلق كثير بمحمد لدرجه انه في البرنامج توقعنا، وصلني انا من مصادري انه ما هو يطلع، انه ما يبيك تطلع، او عفوا انه يكاد انه يقول لاهله وابوك انه ما ابغى يروح مع ابوك. ما يبي يروح؟ ما يبي يروح. يوم جاء الله الله. وش اللي صنع العلاقه هذه؟ عاده انت تعرف الاخوان تلاقي في بعضهم عادي شخص، لكن في تعلق. احمد تعلق فيك كثير. انا والله يا احمد ابشرك طال عمرك، اخواني احاول قدر الامكان ان اكون قريب منهم، أي. وانهم يمنون علي بزياده.
ما تصانع حاجز الأخ الكبير ولا لا يا رجل، كبير الله سبحانه وتعالى وهم كلهم في عيوني كبر. طيب وش تشوف أحمد يعني في المستقبل؟ هل تبيه يعني يخطو خطواتك؟ هل تشوف أنت قدوة أنت له؟ هل تبيه يغير مسار؟ وش تشوف يعني إيش اللي تتمناه لأحمد؟ لأحمد إن شاء الله وأخواني الباقين يطمن. أنا ودي إن واحد يجي شاعر ويطمن من قصيدي. وأنت شاعر ما يحتاج، لعله يمكن يخطو خطواك. طيب أيضا في جانبك الشخصي محمد، يعني خلينا ندخل في الجوانب الكثيرة يعني في عالمك أنت. سؤال يطرح كترند في التيك توك اللي هو هل في عالم محمد حب؟ أنا أثق ثقة تامة أنه في عالمك في حب في حياتك، وطرحته في برنامج الاستديو صح؟ مر كذا في خاطر أنك حبيت في المتوسط ولا؟ هل هذا مستمر الحب هذا؟ انتهى؟ في حب جديد؟ حب جديد؟ القلب مو فندق طال عمرك. القلب ما يسكنه مخلوق غيرك عادين عليه منا ليوم القيامة. القلب لا حب له شخص طال عمرك ابتلى فيه، لكن ما بالنسبة للحب أنا قلت حب طفولة. طيب يمكن يتطور حب الطفولة إلى لا لا فقط حب الطفولة. ولا في حب الآن شيء جديد؟ أنا عندي قاعدة طال عمرك. هات. اللي يحب ما يعلم. ليه؟ ليه ما يعلم؟ يا أخي مو فرحان؟ أمه بنعمة ربك فحدث. ليش؟ حدث يا أخي، هذا شيء خاص، أنا أحب طال عمرك. إن الله كتب، خذيت على سنة الله ورسوله. حب وكرامة ذيك الحزة أقدر أقول إني أحب. طيب خلينا ندخل إلى شعار. هو الحب ما في شيء، الحب من الله سبحانه. الله أحيانا أنت ودك تحب الشخص هذا لكن ما تقدر تحبه. هو يجيك من الله. طيب في وقتنا الحالي محمد، يعني الحين فتحنا على العالم، فيه سمعت أنت بالحب التقليدي والحب أو عفوا الزواج عن طريق حب. محمد وش وده ياخذ أي مسار؟ واللي اللي يجيبها الله؟ اللي يجيبها الله سبحانه. يعني يمكن تجرب مسار الزواج عن طريق الحب؟ أنا طال عمرك مسير ماني مخير. اللي الله كاتبه سبحانه وتعالى يشير. وما جاء من الله حياه الله. يعني زواج الحب يعني يمكن يطرق يعني ما عندك مانع لو جاء؟ لا بالله ما في مانع. عادي. أكيد. طيب. وأيضاً بعد يطرح يا أخي الصفات الزوجة اللي محمد يتمناها وش؟ يوش السؤال هنا صفات الزوج. إيه بالعكس محمد، كل واحد له يعني. أولا طال عمرك ولقطع كلامك، أنا باقي أبني مستقبلي وأكون نفسي. طيب. وأكون عمري، ولا طرف في بالي إني أتزوج حاليا. طيب يعني بس أنا أكيد محمد في خيالتك إنه الزوجة يعني أم عيالك واللي بتربي عيالك تكون لها صفات معينة، مو لازم إنها شكلية أكثر من إنها صفات الخلقية يعني. الرجال طال عمرك كيف اشرح لك السؤال؟ لو ما جاز لي هات. ما جاز لي، ما جاز لي مره السؤال، ما جاز لي طال عمرك. انا تتحفظ عنه يعني ولا مش مو بعنا تحفظ الا بتحفظ، وفي نفس الوقت كيف اشرح لك؟ فيني غيره بزياده. غير وفي نفس الوقت فما وجدك توصف هذا الوصف. اذكرها قدام الناس، ان ذكرتها قدام امي ولا ما بذكرها قدام احد. فتخشى انك توصف الوصف هذا فبالتالي تتزوج فالناس يربطون الربط هذا يقول اوكي. اكيد اكيد. الله فتتحفظ عن هذا الامر. نعم. طيب خلينا ندخل عالم الصداقه محمد. اصدقائك كثير ولا قليل؟ كانوا كثير. والحين قلوا بعد الشهره؟ لا بعد الشهره زادوا، قاموا يرجعوا عشان المصلحه. الله الله. طيب وش فلسفتك؟ برجع الى الاصدقاء، وش فلسفتك مع صداقة المصلحة؟ مؤمن فيها مع انه الاعلام يعني تعال اعطيك وتعطيني، افزع معك وتفزع معي. محمد اتوقع عندك فلسفة في سالفة المصلحة والطلبات. فلان يفزع معك، فلان طلعني ساعدني. ما فيها شيء. المصلحة طال عمرك اللي تكون بينة. انا يا احمد محتاج وقفتك في الامر هذا. مثلا انت يا احمد عندك عدد متابعين وجدي، ابيك تدعمني يا احمد. ممتاز. ابي اشير معك، ابي انكم محتوى نبي. هذه مصلحه عشان استفيد وتستفيد. طيب اما المصلحه اللي انا ما ادري بها اللي قدامك كذا من ورا التريلات ما تصلح. عانيت منها محمد؟ والله واجد واجد، لكن ابشرك اني اعرفهم.
تعرف انه جاي الرجال عشان عارف. عشان بسم الله اعرف كيف تعامل معه. والله انا ان شاء تسكر الباب. انا سمعت في بدايه حديثك انك طيب القلب. هل يعني طيبه القلب هذه تعبتك مع الاشخاص هذول؟ ايوه تعبتني جدا. كيف تعامل معه؟ والله طال عمرك حاليا انا من اول اجامل، الحين والله ما اجامل. الشخص اللي اعرف ان وراه يبغى مصلحه ولا ما ارتحت له واعرف ايش اللي وراه حط بيني وبين حاجز. في طرق كثيره بدون ما تجرحه بدون. طيب هذا ياخذني محمد الى 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 صفات الصديق. انا بصير صديقك. وش الصفات اللي تتمناها موجوده فيني؟ وفي اشياء ما تبيها تكون موجوده فيني عشان تقبله. اولها طال عمرك لا تتكلم عند احد عندي. اللي تحاكى واجد هذا فلان فيه ذا فيه اعرف انه بيتحاكى فيك. هذا يجيني منها. والبارح قلت لك ايش اسمه؟ اي طرينا موضوع يعني طراه ابو فهد. هلا قلت لك حاجه نسيتها. انك من الناس اللي ما تحب ان الواحد يطرش السالفه. ها؟ يطرش كل السواليف ويعطيك كل العلم اللي عندك. ايوه الشخص ذا يجيني منه بلا اللي يعطيني علومه ويفضفض. انا اقدر الشخص اللي يكتب. طب مرتاح لك يا محمد؟ انا مرتاح لك وابي افضفض عندك واعطيك عن سوالي عن اهلي وروحي. انا ارتاح العرب واجد لكن طيب. ما ظهر اللي وراي. ليه وش ايش تتحسس منها؟ وش اللي يزعجك منها؟ ان شكلي طال عمرك اشكر ربك، والله ما ينفعك الا ربك. تبي تفضفض انت تبي يا اخي الشاعر بيكتب. واللي مو هو بشاعر يا اخي اقعد سولف مع نفسك سولف. انت وش تشوفها؟ تشوفها ان الرجال يعني ما ين بزياده ولا ان يا اخي انا ما ادري وش فرد الدنيا. كان الرجال لا تكفي بهالايام ولا يصير شيء بيني وبينه. لا الرجال اعرف اللي وراي واللي دوني. انت تقصد انك ما تعطيه بعد نفس الجو انها تعطيه يعني كل حياتك؟ لا ما ادري. انت ما تعطيه. انت محمد متحفظ. انا ما كنت ماني متحفظ. كنت كل من كنت اظهر اللي في خاطري. طيب احسب ان الرجال رجال طلع فيه تفاوت جدا. واصابع يدك ما بوحده. ها اصابع يدك ما بوحده. نعم. طيب طيب في فيديو قاعد ارسلته لكم نبي نشوفه بعد شوي اذا كان في فرصه. طيب ارسلته لكم نبي نطلعه بعد شوي. طيب خليني بروح لمحمد. بعد في شيء مهم جدا اللي هو الجانب الاعلامي. انتهينا من الصفحة الشخصية بس بنرجع لها. الجانب الإعلامي عندك شهرة قبل البرنامج الإعلامي أو البرنامج الاستوديو اللي دخلته. كيف كان محمد قبل وبعد؟ هذا السؤال اللي يعني قبل ما تدخل البرنامج وش أضاف لك؟ خلينا نصح التعبير، وش أضاف لك برنامج الاستوديو؟ صراحة الإعلام ما عرفته صدق، عرفت كلمة معنى الإعلام إيه؟ إلا بعد القناة. يعني تغيرت حياتي 180 درجة من ناحية الإعلام. أهم الأشياء اللي أضافتها فيك. أضافت فيني غير الشهرة. الشهرة أكيد إحنا عارفينها يعني ما شاء الله تبارك الله أي واحد يخش ذا البرنامج يشتهر. بس في شيء أكيد غير من حياتك. تحس إن محمد مو هو الأول سواء بالتعاملات مع الناس شيء غير. محمد مو هو الأول. ليش أنا هو شوي ما كني برا. والله طال عمرك الصراحة ما اللي استفدت منه الشهرة بشكل عام. اللي استفدت واللي لامس شعور محمد اللي هو الجمهور. انا حصلت يعني محبة انا الحمد لله ونشكره. والله يجعل ربي يحبنا وياك. امين يا رب. شفتها من الصغير ومن الكبير. هذا المكسب هذا اللي كسبته. ولا في الاعلام انا عانيت في البداية. عانيت؟ نعم. عانيت في البرنامج ولا في الإعلام بشكل عام؟ في الإعلام بشكل عام. وش اللي عانيت منه محمد؟ يعني طال عمرك يجيك هامور في تويتر عن تعلنياتك وتمشي مع فلان اعلانياتك تحسر طال عمرك يحط فيك وشل. ودي ان الشيء هذا انه فيني كان بتهو لكن شيء مو فيك توجع واجد. والشيء الثاني لا تكون صادق.
الاعلام زي ما يقولون في خبث اعلامي، فلا بد انه يكون اعلامي والله لا بد انه يكون موجود. ايه ها طيب طيب وش سبب دخولك للبرنامج؟ سبب دخولي للبرنامج طال عمرك والله اني ما كنت صوب البرنامج ولا اعرف البرامج الواقعيه. حلو. اعرف الاشخاص لكن ما اعرف سياسه البرامج وش اني اتابع البرنامج. فيه. سبحان الله كانت ضايقه بي الوشيع ذاك اليوم انا مستلم ومداوم. حلو. وقافله معي وانا بصوب السناب وانا بصوب الشهره مره شهرتي اللي انا فيها وقد صحت نزلت. سبحان الله جاني اتصال قبلها في زد رصيدك ولا جيتهم وجات خيره. جاني اتصال طال عمرك قال محمد جهز نفسك روح قدم في قناه بدايه ترى افتح ترى جماني بصوبهم. يا محمد انت لك شخصيه ولك كاريزما تنجح صدق وا 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 رجع دخلها في راسي. حلو. واقفل طال عمرك شو اللي ابوي يدق علي وينك ابو مفرح؟ قلت والله هذه مستي. على نهايه الاتصال قال ابوي جاء الرب يوفقك ابوك يا اخي ذي لامسه شعوري دعوه هذيك. وعقبها انشرح خاطري وانا ادق على الرجال قلت يا ولد يلا يلا طيب والحمد لله جات خيره وتوفيق من الله. طب السؤال اللي بعدها هل ندمت لمشاركة؟ لا ابدا. طب لو عاد فيك الزمن ترجع البرنامج للاستديو نفسه؟ لا ما ترجع. لا. طب كيف اوفق بين انك ندم ما ندمت بس وانك ما ترجع البرنامج للاستديو؟ ليش؟ ليش ما ودك؟ انت تقصد الرجعة الثانية؟ اي لا انك ترجع البرنامج للاستديو لو انه جاء الزمن ويبدا من جديد ترجع للبرنامج؟ لا برجع. ترجع عادي؟ ارجع. اقصد احسبك تقصد عن رجعتي الثانية. اي طيب ابى اشوف فيديو مع الساده المشاهدين اذا تسمح لي جبنا هذا من مصادرنا ونرجع نكمل مسيرتنا وسؤالنا في الجانب الاعلامي. طبعا هذا كان في الجانب الشخصي، خلينا نشوفه مع الساده المشاهدين. تفضل. من الذي يشهد الذي يعلم ما بينهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء الا بما شاء يشهد السماوات والارض ولا ينظر الى الله العظيم السحر سحر السحر ولكن الشياطين. ما تشوف شر يا محمد والله لا يضرك يا رب العالمين. وش سبب محمد هذا قبل البرنامج ولا بعد البرنامج؟ طبعا عشان نوضح للسادة المشاهدين ان هذا مطوع قاعد يقرا عليك. وش السبب؟ انت وش تشوف؟ يقول حصلته في جوال الشايب الله لا يسكي. اي ايش وش اللي وش هذه تذكرك بشيء قديم يا محمد؟ احضرك شيء. طيب شلها لها انت. مش الوحيد الحين ولا؟ لا لا خلاص راحت الحين هي عندك. اولا تنزيلك المقطع ما له داعي صراحه. احنا وصلنا بشكل عام هذا شوف هذا لقيناه في السوشيال ميديا. هو ما في شيء ولا في عيب. اي بس كيف لقيته في السوشيال ميديا؟ وجود في السوشيال ميديا. كيف؟ ما نجيب شيء ترى شيء خاص لك انت محمد بعيد عن الناس يعني. لا احنا لقينا شيء في السوشيال ميديا وظاهر يمكن ما برز للناس. ما برز للناس بس موجود. بدهم طلع ما لك حقية انك تقول ليش طلع ما طلع. طلع للناس. هل في حقية؟ المقطع مقطعي اكيد بس انا طلع للناس. اللي في المقطع انا مو هو اللي طلع منك. الله الله بس انا اقول لك هو يعني شيء بشكل عام. وليش تضايقت محمد انه لا ودي انه ما ظهر بهذا الشكل. هو ما في شيء بس ما ودي انه ظهر. طيب تقدر تقول لي ايش سبب انه كان يقرا عليك مطوع ايش فيك؟ بالعكس احنا مره سالنا سلمان قالها قصه بالعكس وان الناس تتعظ ويمكن العين الحسد. بالعكس خلي الناس تستفيد. ما هي بسالفه ان ندخل في خصوصياتك محمد ابدا. وحاشا وكلا. انا كنت طالع عمرك اي بك تفكر اموري طيبه نحمد الله. انت متحفظ بشكل كبير. اموري طيبه طال عمرك نحمد الله ونشكره. ولا كان فيني شيء. يعني اني طحت ولا يعني بسم الله الرحمن الرحيم. إيه؟ لكن في حاجة أبوي لقده عندي تغدي الدنيا فوق راسي أضيق. وهو نفس الشعور أبوي سبحان الله ولا راح مني. أقسم بيت الله أني أتشفق له تشفق ما يعلم به إلا الله. أبي يرجع. لا إله إلا الله. زبدة الموضوع
ان الشيخ جاي يقرا عندنا في البيت، واكتشف الشيخ طال عمرك اني انا اللي تعبان. يدي اليسار وجنبي كله ليسر. ينمل واحتر وحار واشعر بحزتها وما اشعر ما. فقال الشيخ فيه مس وفيه حسد وفيه عين. الله. خذت معك من جلسة وأبشرك الحمد لله. الأذكار ما عدني بقطعها، مؤمن بالله، والجلسات ما عد رحت لها، أموري طيبة وبخير الحمد لله. ما تشوف شر يا محمد، وإن شاء الله يا رب إنها عقوتها الله لا يردها من أيام يعني كانت فيها ضرر لك، وإن شاء الله تشوف حياة جميلة جدا. أبي أشوف فيديو في جانب الإعلامي، وأتوقع أنك تتوقع من الفيديو هذا الحين قبل ما نطلع. أنت الحين جايف وش تتوقع؟ الاستبعاد. نشوف الله. أكيد من المواضيع المهمة جدا أن تطرح في حلقة استضافة محمد مفرح اللي هو الاستبعاد. نشوف مع السادة المشاهدين. طيب بالنسبة لمحمد مفرح الرجل اللي جالس يستهتر بأنظمة البرنامج، وسبقني عقبته وسبقني هددته وسبق لكن ما فات. محمد مفرح يا شباب يتم استبعاده في البرنامج. ها ارجع ارجع ارجع. سؤال تشوف انك ظلمت محمد حقيقه في الاستبعاد ولا على قولته الواحد اللي اخطا خطا يستاهله؟ هذا حديث نفسك بينك وبين نفسك، تحس انك ظلمت؟ انتهى البرنامج محمد بكل تفاصيله. شو انه انت ولا ما انت شيء يا طال عمرك. طيب قد طلعت في السوشيال ميديا وتكلمت عنها بشكل عام اني ظلمت. نعم. طيب. الظلم طبعا القصه اللي قالها انه سالفه المصري اللي ضربته وش زي كذا، مش شلون هذه القصه؟ هو المصري تبلاك، المصري هو اللي يبغى لي ضرب. طيب انا وصلني محمد انه هذه القصه كلها حتى اللي قالوها مع احترامي الشديد للقناة والشباب ما هي بذي القصة، قصة ثانية هي سبب استبعادك، بس هذه تعنزوا عليها وقالوا يلا لقينا الزلة أمشي محمد. بس في شيء أعظم من كذا تقدر تقوله؟ أنا أعرفه. إيه أنت عرفه وهم يعرفونه، بس إنه ما ودي يوضحون للسادة المشاهدين. لا بالله ماني بعرفه، اللي أعرفه هذا الشيء، هذا الشيء اللي أعرفه، غيره ما أعرف. وش القصة؟ أنا ما أقدر أقولها. كم ما تقدر تقول؟ أنا ما أقدر أقولها، أنا بسمعها منك يا محمد. غير شيء. غير صحيحة؟ أبداً. يعني القصة هذه اللي سالفة اللي قالها تركي، بس إنها مهب يعني فيه استبعاد بغى يجيني قبل إيد عشان أخطائي. بسبب تراكم الأخطاء، صح؟ أنا معك. أخطاء تراكم أخطاء إيه؟ تصريفه. قبل إيد. وانا انها طلبات وذا خلاص ما حد مستبعدينه. وهو الاستبعاد جايني راح اعقب شر. يعني مو بدك تقول لي وش السبب كان اللي جايني جاي. جايك بسبب انه ان كان في سبب طال عمرك فانا ماني مخطي ولا اني ببرر نفسي. انا اخطيت قلت اخطيت. ولا قالوا لك هم وش السبب اللي الرئيسي اللي سبب استبعادك؟ لا والله ما قلت. تحت الهواء؟ والله ما قالوا. طبعا مو من هو في شيء، هو في شيء أشعر هو في شيء وصلنا انه في شيء هو سبب استبعادك. بس تحت الهواء شعد العتيبي رسل ناصر الحربي. راح ناصر حقق مع المصري. قال لي شعد العتيبي قال والله ما تطلع الحين اللي انا احقق في الموضوع. زين ولك حق والله انت جس. قلت بيض الله وجهك يا ابو عبد الله. يمكن يراعون بيراعون مشاعرك يا محمد والي تقول لك. قلت بيض الله وجهك. لا ان كان مراعاه المشاعر على حساب نفسك على طال عمرك تقول كلام يعني ولا تنفذه ما تصلح. فراح ناصر الحربي راح معه الشباب حتى راح ناصر الحربي اختار صالح البلوي واختار ما اختار المقربين مني مره مع ان كل ابوهم اخواني وكل ابوهم قريبين مني. بس وجميل العتيبي ذا كل الرجال يشهدوا معي. طلع ناصر الحربي يعني ما ادري هو قال لسعود العتيبي لا الا صح كلامه. فانت ظلمت بسبب ايا كان انت محمد مفرح لابد ان يستبعد ويطلع. نعم. طيب انتقل الى فقره اسمها نعم ولا. الاجابه محمد يبي نلعبها لعبه ونختم فيها. نعم ولا. الاجابه لن تكون الا نعم او لا، لا تبرر فيها الا اذا سمحت لك. طيب سلمان بن ملهي لولاه
بعد الله ما اشتهر محمد بن فرح. لا لا. طيب انا ظلمت في البرنامج وحربت. نعم. ما اقدر اقدم شيء لحالي، لذلك لازم ثنائية مع احد. لا. طيب جمهوري مع الاحترام والتقدير خذلني في نجم الجمهور. لا والله، لا هي ذمتي. طيب بتبرر عنها. برامج الواقع غير واقعية. لا واقعية. نعم. طيب وسامتك سبب ترويجك لشهرتك وشاعريتك. يمكن. يمكن قبل. نعم ولا لا؟ الله جميل، يحب الجمال. طيب من اللي يشوف الجمال ولا يحب؟ أكيد، بس إن الوسامة كانت تروج إن الشعر شعرك و و و و و وشهرتك. لا أبدا. وصلتها للناس أبدا. طيب شامت؟ لا. أنت تشوفها كذا؟ كانك تربطها في الشعر؟ لا. إيه الشعر؟ لا الشعر طال عمرك، أنا أعرف الشعر والله اللي مسوي نفسه شاعر بس كلماته ما هي زينه وقصيده ضرب الهوادين هم يدنون يكرهون. طيب وش بدك تبرر محمد من اللي سالتك اياه؟ سلمان بلهي لولاه ما اشتهرت؟ ماني مبرر شيء طال عمرك، لاني انا محمد فرح واثق من نفسي يعرفوني. ممكن انت يا احمد ما تعرفين الا من قريب. انا خابرك يا محمد. ولا تعرفني بالضبط يعني زين مره. انا ما انا مثل بذراعي طال عمرك، دخلت القناه لا دخلت لا كوفي شروم لا فقرات لا لا لقاءات لا 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 لقاءات لا شيء طال عمرك، لكن الحمد لله ونشكر. ايش تشوف محمد؟ انا ابغى حسيتك الحين بينك وبين نفسك، وش تشوف هذا؟ انك شخص ناجح عشان كذا انه يعني ضاغطين عليك طلعوك ما اعطوك فقرات ما اعطوك مبادرات؟ ما ادري لها اشياء لها مشترك. وصلتني اشياء على انه فيه مبادرات، بل انه كان اتوقع في فقره على انه اخوانك او اتوقع اخوك في فقره الاخوان انه كل واحد يطلع اخوانه، انت ما طلعت. وش تشوف؟ وش السبب؟ والله ما ادري. طلبوا من اخوي يسوي المقطع، صوروه اهلي انه يتكلم عني، جاني الخبر ذاك اليوم واستانست. انا انتظر بس متى يطلع اخوي. انت كيف جاك؟ عن طريق جوالي. كان معك جوال؟ لا. ها رحت طال عمرك الى غرفه مختار وكان بيها شخص هناك واستاذنت اعطاني جوالي دقائق. حلو، مخالفه طبعا. لا ما مخالفه، مقاطي. مقاطك؟ نعم. طيب حلو، فدريت ان في مقطع بيجيك. الله الله. ولا جاء؟ ما جاء. طيب وش الاحساس اللي يحس فيه محمد انه كل المقاطع طلعت لربعه الا هو؟ ايش فيه؟ في احد يعني قاعد تستقعد؟ اخي انت مبتعد عن اهلك، تنتظر بس شيء، تنتظر اما جاي تبوك اخوانك ولا تشوفهم في الشاشه عشان تغير من نفسيتك. احنا نعاني من ضغط ما يعلم به الا. فصراحه انخذلت هذاك اليوم. طيب وانفعلت. انفعلت وعرفت الانفعال كان وصل يعني داخل الكواليس. نعم. تحت الهواء وكانت يمكن تشوفها انها تضرك ولا نفعتك الانفعال؟ لا ضرتني. ضرتك. انا ترى مشكلتي انا اذا انفعل محمد تغير، مو محمد اللي اعرفه انا بالضبط. لكن انا اعرف من انفعل عليه واعرف اللي ما اللي يستاهل الانفعال. نعم. بسألك لو رغم احيانا في نص ما يستهم. طيب في نعم ولا الاخيره توقفت عن بثي مع البنات بسبب وضعي الاجتماعي، صح ولا لا؟ سبب وضعي الاجتماعي؟ اي وضعك الاجتماعي اللي ما يمنع انك تطلع مع بنات. وضعي الديني طال عمرك قبله شيء يعني ما انت محرم له، ليه ما طلع معها؟ انا بكره النهار بروح اخطب عند ري. طيب ليش من اللي بيزوجني واحد طال عمرك محترم شديد يطلع مع بنات؟ هم خواتنا وعلى العين والراس. لكن انسانه ما انت محرم لها ابدا لا تطلع. طب اول كنت تطلع ليش؟ طيش خلينا نقول غلط. يا اخي كل واحد مثل عيوب والكامل وجه الله سبحانه وتعالى. انا يا محمد فرح مثل عيوب ولولا ستر الله سبحانه وتعالى علي وعلى كل انسان نحمد الله نشكره. لكن جاتني الوالده وهي ترى ما طولت هذا الشيء، والله اني كنت حتى اضيق من نفسي. جاتني الوالده قالت والله لاني ما عاد اشوفك تطلع معه، انت اجعل لي ولدي. انتهى. هلا والله خشم. ومن بعدها ابشرك الحمد لله الامور متيسره. طيب قبل الاخير يا محمد، في قصائد كثيره تكتبها بس ما تطلع للناس. السبب؟ وهل اقدر اختم فيها واسمع شيء
من كينونتك من دواخلك، شيء ما عمره طلع للناس، وليه ما طلعته؟ خصوصا القصيدة ذي، أنا ما أدري والله، طرى في بالي قبل ما أنهي اللقاء. أنا والله إني أتلاحظ قصيدي أكثرها يعبر عن شعوره. أنا إنسان طال عمرك كنت أشعر بحاجة، وكنت طال عمرك تحت، كيف أشرح لك؟ هي اللي خلتني أكتب. حلو. تالي الأيام فقدتها، ما عاد شعرت بها، صارت كتاباتي قليلة، وأغصب نفسي إني أكتب، وأنا إنسان ما أحب أغصب نفسي إني أكتب. إن جات القريحة مرحبا بهم، ما جات ماني بعشر نفسي. تقدر تسمح لي إني أسمع شيء منك؟ والله ما يحضرني شيء من هذا الحين، الحفظ لك عليه، لكن بعدك أبيات. هات. يقول العام كنت أقرب قريب من الروح، واليوم مالك لا مكان وقيمة من بعد ما كان. إلا سمت قال لك الحفظ عندي رأي فيها. ما عندك من الأبيات اللي محتفظ؟ يعني نبي إحنا نبي الشيء اللي لعقتهم تسمعنا. تسمعنا، خلنا نختم فيه مع السادة المشاهدين بعد الأبيات الحلوة. وبي ليش ما طلعتها للناس؟ إيش اللي ما بعد طلع؟ إيه خل. العام كنت أقرب قريبا من الروح، واليوم مالك لا مكان وقيمة من عقب كان الباب للوصل مفتوح، وجعلت لك عندي وقارا وشيمة. صديت لكن قبل لا تصد وتروح، حاول ما تنسى الذكريات القديمة. صديت لكن قبل لا تصد وتروح، حاول ما تنسى الذكريات القديمة. ما يوجع الخافق ولا يكتم البوح إلا الثقل جات فرضا وخيمة. بعض الجروح تخلي الدمع مفضوح، وعلى كبر جرحي دموعي عظيمة. أنا أكثر إنسان وفى دون مصروح، ولا جنيت إلا الغدر والظلمة. صح لسانك. صح بدنك محمد. يعني في عمر العشرينات وأشوفه شخص كأنه في الأربعين. طول عمرك. من خبرات الحياة ومن اللي الهوم اللي قاعد يشيلها أكثر من اللازم. ليش محمد؟ شوفي بالله مشتري، أنا يخذني يا أحمد الحفظ من الحفظ يوم. الجوالات كلنا يعني خربت علينا كلنا. أنا أولك عاني عاني عاني. أنا أحفظ كثير بس إنه عاني بشكل ما يعلم به إلا الله، لكن الأشياء القوية ماني بنساها، والدنيا هي اللي أنساها. والله طال عمرك يمكن من كثر ماني بروح معقول. أنا من يوم شطيت على ذا الدنيا طال عمرك وأنا رفيق قلبه. الله يخليها لك. الله يسمع منك خليكم إن شاء الله من تعزون. أبو مفرح أنا سعيد جدا فيك. الله يرحم والديك. تعرفت عليك في الأيام الأخيرة يعني، يمكن وما كما حظيت في البرنامج إني أقعد معك كثير، يمكن أشياء بسيطة، ولا كنت معي في الدورات، لكن تمنيت صدق إني أنا أعرف في عالمك الجميل شخصية أنا أتوقع أن الكل يتمنى أن يكون صديقك ومقرب لك، فهذا من طيبك. الله يرحم والديك. والمستقبل القريب اللي أتمناه أن يكون لك يا محمد. الله يطول لي عمرك. وإن كان تسمح لي أقول لي بيتين. أبشر. يقول مليت من دنيا وراها مشاريع، ومليت من نفسي ومن قوباسي، الحزن في عيني تبين مواري، حاولت أبسله لكن الوقت قاسي، إلى متى يا وقت حالي مع أني ما باقي إلا صيتي وطيب راسي. قايل لك إنك شايب يا محمد. سلام. صح لسانك. طول عمرك. والله أنا سعدت يا أحمد. مرحبا بك. ويشرفني طال عمرك الظهور معك وعلى القناة اللي كلنا نتابعها وكلنا موجودة طال عمرك في كل بيت، اللي هي قناة الرسالة. الله 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 الله. كان أقام تكلج. الله يسعدك. الله يطول لي عمرك. بيض الله وجهك محمد. وجهك كبير. شكرا أبو مفرح. يا حبيبي. سادة المشاهدين، كان معنا ضيفنا النجم الشاعر أبو مفرح محمد اللي وصل لكم، وحاولنا بقدر المستطاع أن نطلع معه مع الشخصية المتحفظة بشكل كبير جدا لعدة أسباب. كان يحاول بقدر المستطاع أن نأخذ منه بعض الكلمات، بعض الأشياء، يمكن بعض التلميحات قد وصلت لكم عرفتوا منها. حبكم لنجمكم هو اللي خلانا أن نجيبه، وحبنا له أيضا كذلك بلا شك، لكن أكيد تحت الملفات ملفات كثيرة جدا وخبايا لعل وعسى في الأيام القادمة محمد يصرح بها عبر حساباته في السناب والتيك توك وكذلك أيضا في تويتر. ألقاكم غدا إن شاء الله مشاهدي الكرام. إلى اللقاء.